نظمت وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لحماية البيئة اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل حول إصلاح الأراضي والتصحر والقدرة على التكيف مع عوامل الجفاف، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة والذي يصادف 5 يونيو من كل عام تحت شعار أرضنا مستقبلنا، معا نستعيد كوكبنا. مزيدا من التفاصيل في سياق تقرير الزميل محمد الصوفي. برعاية وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرقبي ووزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للبيئة والذي يتوافق مع 5 يونيو لكل عام تحت شعار أرضنا مستقبلنا، معا نستعيد كوكبنا، والذي يركز على إصلاح الأراضي والتصحر والقدرة على التكيف مع الجفاف. وفي بداية الورشة أكد معالي وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرقبي على أهمية اليوم العالمي للبيئة لهذا العام، والذي يركز على قضية حيوية تمس الجميع تتعلق باستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على التكيف مع التصحر والجفاف، مؤكدا أن وزارة المياه والبيئة تعمل بكل جدية على تنفيذ استراتيجيات ومشاريع تهدف إلى استعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي وتحسين إدارة الموارد المائية. يركز اليوم العالمي للبيئة الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا العام بحضور واسع ودولي من كافة وزراء البيئة في كثير من دول العالم للتركيز على قضية حيوية تمسنا جميعا، وهي استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على التكيف مع التصحر والجفاف. نحن في وزارة المياه والبيئة ندرك تماما خطورة هذه التحديات ونعمل على تنفيذ استراتيجيات ومشاريع تهدف إلى استعادة الأراضي المدهورة وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي وتحسين إدارة الموارد المائية بالتعاون مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وباقي الوزارات ذات العلاقة. من بين هذه الجهود العمل على إيجاد مشاريع للتكيف وتحسين سبل العيش في العديد من المحافظات والريف، فمنها من بدأ في التنفيذ فعلا في سقطرة وحوف وعدد من المناطق الأخرى، بالإضافة إلى مشاريع قيد الإعداد والتنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية، إضافة إلى إدراك مشروع لتحلية المياه في العاصمة عدن كأولوية عاجلة مع صندوق المناخ الأخضر. وكما ندعو جميع شركائنا في القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني للمشاركة الفعالة في هذه الجهود، فالتعاون والتكاتف هما السبيل الوحيد لمواجهة هذه التحديات وضمان مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة. من جانبه أكد وزير الثروة السمكية والزراعة والري اللواء سالم السقطري في كلمة بهذه المناسبة على أهمية الحفاظ على البيئة من خلال إصلاح الأراضي ووقف التصحر وبناء القدرة على التكيف مع الجفاف. من جهته أكد المهندس فيصل الثعلبي رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لهذا العام صدرت عنه مجموعة من الرسائل التي من شأنها نشر المعرفة وزيادة الوعي لدى كافة شرائح المجتمع، وذلك بهدف تحفيز الجميع وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تفعيل دورهم المسؤول تجاه حماية مستقبل كوكب الأرض وما عليه من كائنات حية. حضر الورشة نائب وزير الصناعة والتجارة سلمان سالم الوالي ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي وعدد من المهتمين بالشأن البيئي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة. محمد الصوفي، قناة عدن الفضائية، العاصمة المؤقتة عدن.